بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو سريع، انا بس بسجل لشيء في نفسي. لو انا عندي lateral distributed load اللي هو الحمل الرياح، الرياح احنا عارفين ان هو كان بيبقى الويند مثلا ايه سي اي في كي في كيو، زي ما احنا اخدنا في الاستيل، وده بيبقى كيلو نيوتن بير متر سكوير مثلا، صح؟ وسي اي 0.8 بالموجب يا سالب نص، الكلام اللي احنا عارفينه من قبل كده. انا مش فارق معايا ده، اعتبر انه جيفن اصلا. طبعا الويند لود ده كده بالكيلو نيوتن بير متر سكوير. لو هو جاي على جنب المبنى وانا عندي مبنى بهذا المنظر، فانا عندي ويند لود اللي هو بريشر على اريا، فدي الاريا اللي هو جاي عليها، صح؟ ده المسطح اللي هو جاي عليه. حلو كده، جميل. لو انا تعالى نلون دي علشان بدل ما ده كده الاريا اللي هو جاي عليه. لو انا بتكلم بقى على انترميديت فريم، على الفريم ده مثلا، هو هيبقى شايل ايه؟ فممكن اقول هو هيبقى شايل مسافه كده سبيسنج، صح؟ نص يمين ونص شمال، فدي كده المساحه اللي هو شايلها. فلو ضربت ال WL دي في S هيديني حاجه كيلو نيوتن بير متر ران اللي اقدر اوزعها على الفريم بتاعي. طيب تعالى نوزعها على الفريم بتاعنا، تعالى نرسم الفريم بتاعنا عامل ازاي. ادي يا عم الفريم، ماشي. نتخيل لوهلة ان هو كان هنجد، فساعتها الحمل اللي احنا لسه حاسبينه هيبقى عليه متوزع بهذا المنظر اللي هو دبليو ال في سبيسنج، صح؟ ديستريبيوتد لود، تعالى نقول عليه دبليو حاف على طول، كيلو نيوتن بير متر ران. ده يتحل ازاي؟ انا فاكر معاك ان احنا لما كان عندنا هنجد فريم في مراجعة الميد ترم عليه لود بي كده، انا قلت لك بكل بساطة ان انا اقدر احط هنا بي على الاتنين وبي على الاتنين، باعتبار ان الاعمدة عندها نفس الاستيفنس، وباعتبار ان هما الاتنين هيتحركوا على نفس الدلتا ريجيد فلور، يعني عشان نريح نفسنا يعني هعتبر الشكل ده كده كأن ايه، هي سنجل ديجري اوف فريدم يعني، وده جميل وفاليد وزي الفل بالنسبة لده. طب دي بقى نعمل فيها ايه؟ هنعرف نعمل ده؟ لا، مش هنعرف نعمل ده. طب الحل ايه؟ تعالى نتخيل شكل البندنج الاول هيبقى عامل ازاي. شكل البندنج بتاع حاجة زي كده هيبقى عامل بالمنظر ده كده، او تعالى نرسم دي احسن شوية، هتبقى مش راضية تيجي قوي بس ما علينا اهي. المهم انا عايزها تيجي كده احسن، ماشي. ايه الملاحظ في هذا الشكل البندنج؟ ملاحظ دي ان انا عندي في النقطة اللي في النص دي هيبقى عندي المومنت بصفر. طيب انا الشكل ده انديترمينت، بس انا عارف ان المومنت في النص بصفر. طب ما هو مومنت في النص بصفر، هل ممكن استعيض عنها كده بانترميديت هينج؟ يعني بدل ما الشكل يترسم كده هرسمه بالظبط نفس كل حاجة، بس بدل ما ارسمه كده هرسمه كده وعليه نفس الاحمال وزي الفل، هعمل كده. ادي الويند بتاعي ده كده ديترمينت، صح؟ شكل ديترمينت اقدر احله مفيهوش اي مشكلة. فاذا ليه عملت كده؟ عشان عارف ان المومنت في النص هيبقى بصفر، او تقريبا المومنت في النص هيبقى بصفر، فده كحل تقريبي مقبول. فدي اول كيس عندي لديستريبيوتد لود جانبي. بكل بساطة عشان احلها احط انترميديت هينش في النص، خلاص ده منشأ ديترمينت عادي، حلو معادلات اتزان. طيب ايه الحالة التانية؟ الحالة التانية لو انا بدل ما هو هينجد يبقى فيكسد بحاجة بالمنظر ده، وعليه نفس الديستريبيوتد لود، يعني هتلاقي عليه حاجة بالمنظر ده كده. طيب هتصرف ازاي في ده؟ هقول لك والله تعالى نشوف المومنت بتاعه هيبقى عامل ازاي. المومنت بتاعه هيبقى حاجة بالمنظر ده كده تقريبا،
بعدين دي برضو هتبقى عاملة كده ودي تبقى عاملة كده. هبص هنا هلاقي برضو ان عندي تلات نقط بدل نقطة واحدة عشان ده thrice indeterminate. هلاقي ان انا عندي نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، المفروض ان الاتنين يعني نفس المستوى. لاقي نقطة هنا نقطة هنا ونقطة هنا، تلات نقط دول المومنت عندهم برضو تقريبا بصفر، النقطة دي تقريبا على ارتفاع اتش على التلاتة. يبقى انا اقدر من هنا برضو ابروكسيميت الاستراكشر اللي عندي الى حاجة بالمنظر ده، حاجة كده. وممكن عشان احل او ماسح دول كده من قدامي، ايه ده اللي عندي ده؟ ده فرينجد فريم، شفت انت فرينجد فريم، وعليه برضو هتلاقي عليه الويند لود الجميل W، بس ده كده على ارتفاع 2 على 3 H. ده يتحل برضو مفيهوش اي مشكلة، ده برضو ابروكسيميشن مقبول، لان انت سعادتك ما عندكش وقت تحل ثرايس انت ديرمنت جوه الامتحان اصلا، هو الامتحان ساعتين هو مش لاحق يعمل حاجة في نفسه. ده ان جات لك في الامتحان، بس يعني انا زي ما قلت لك انا بشرح دي لشيء في نفسي. المهم ان انا دلوقتي عرفت هتصرف في دي ازاي، هحط انترميديت هنجز وخلاص، سيجما اكس 0 سيجما واي 0 سيجما المومنت من الهنج شمال وات ايفر بقى، يعني عيش حياتك كده اشتغل معايا ماشي، انا عايزك تشتغل معايا. سيجما المومنت من الهنج شمال بصفر، بعدين سيجما المومنت عند النقطة دي بصفر، هتجيب الاكس والواي مفيهاش اي مشكلة. طيب عندي بقى حالتين كمان، حالتين ممكن ما يبقوش ايه اوضح حاجة، بس تعالى نتكلم. لو انا عندي بوليجون فريم او ارش جيردر حاجة بالمنظر ده، الويند عليها هيبقى عامل ازاي؟ الويند بيبقى جاي كده. طيب هو انا اصلا هحمل البوليجون فريم كلام من ده؟ لا مش هينفع. يبقى الكلام ده ما ينفعش، الويند يبقى متوزع من اول لاخر الدنيا كده. لا ده انا عايز الويند من الاخر اللي هيجي هنا، ما يعني مش عايزه يأثر على البوليجون فريم بهذا المنظر، لان احنا زي ما اتفقنا ان التأثير بتاع البوليجون فريم عند النودز بتاعته بس. فانا هختزل الديستريبيوتد، الجزء الديستريبيوتد اللي فوق في كونسنتريتد فورس هنا. هقوم قايل لو الارتفاع ده كده مثلا ايه، فده هيبقى W في ايه. حلو كده، هيبقى عندي فورس في هذا الاتجاه W في A، وهيفضل لي جزء W سمول على ارتفاع العمود اللي هو H. لاحظ بقى حاجة أنا عايز أفكرك بيها، إن أنا في البوليجون فريم أو الأرش جيردر كان دايما لما أجي أرسم له ستاتيكال سيستم كان بيبقى عامل إزاي؟ كان بيبقى من ناحية هنجد ومن ناحية رولر، صح؟ هقول لك طيب يعني دي مثلا ناحية الهنجد ودي الناحية الرولر. الناحية الرولر اصلا بتسمح بالحركة الافقية، فاذا هي مش هتشيل معاها حاجة في الويند. فاذا اصلا لو جيت ارسم مومنت على العمود ده اللي هو عنده رولر، هلاقي المومنت عليه بصفر، والمومنت فقط هيكون موجود على هذا العمود اللي هو عليه من فوق هنج، لان هو اللي هيشيل lateral force. تمام، فده بالنسبة لي او هو اللي هيشيل الويند، العمود اللي عليه هنج هو اللي هيشيل الويند. وده كان تليفر ما فيهوش اي مشكله، ده ديترمينت اصلا، فاهم انت الفكره، وعليه لودز عادي دبليو ال سكوير على الاثنين زائد الفورس دي في الديستنس، دبليو ال سكوير او دبليو اتش سكوير على الاثنين زائد دبليو في اي دي الفورس مضروبه في اتش، ده كده المومنت اللي عليه من تحت ما فيهوش اي مشكله. طيب الحاجة اللي هيبقى فيها مشكلة وانا عامل فيديو عشانها اصلا، ان انا لو عندي سوتوس سلاب بالمنظر ده، تعالى وادي يا عم الطاي بتاعنا. انت فاكر ان احنا في فيديو السوتوس كان عندنا حالة كيس اللي هي ايه، لو مش كل الطايب مش متوصل من الاول للاخر، كان بيبقى في كيس منهم انها بيبقى جاي لي اكسترنال هوريزونتال لود بهذا المنظر وكان بيتوزع
التساوي مثلا، لو هو اكس فهنا اكس على الاتنين واكس على الاتنين، كانت الدنيا ايه زبادي خلاط مفيش اي مشكلة. تعالى نحط الويند بقى، الويند اللي هيجي لي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى برضو ويند بروفايل بتاعي عامل كده. طيب ما ده مش هينفع برضو، لان الجزء اللي فوق برضو مش هينفع اشيله حتة الويند دي، فهتلاقي ان انا عندي برضو كونسنتريتد دبليو في ايه، باعتبار ان الارتفاع ده ايه يعني، والحبة اللي تحت هيبقوا ديستريبيوتد. طيب طب انا هعمل ايه بقى؟ هل هشيلهم كلهم للعمود ده والتاني صفر؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، لان فعليا هما الاتنين بيتحركوا سوا، لان هما مربوطين بالطاي ده، يعني الحركة الافقية بتاعتهم مربوطة، انما اللي فوق الحركة الافقية ما كانتش مربوطة، لان واحد كان هينجد والتاني رولر، يعني في هنا رولر فهو مش مربوط في حاجة يعني، يعني هو عادي لو ده اتحرك مثلا فده هيتحرك، والتاني بالرولر ثابت مكانه هيتحرك ليه؟ انت بتلف على العجل، انما الكلام ده مش هنا مش مظبوط، لان انا هلاقي ان الحركة لو ده اتحرك ده كمان هيتحرك، فهما الاتنين مربوطين، فاذا ايه مش هينفع. طيب هقسمها ازاي؟ هقول لك تعالى نقسم الحمل حتتين ونتعامل مع كل حتة لوحدها، الكلام ده انا همشيه بالراحة خالص، بس انت ممكن ايه يعني في الامتحان لو لا قدر الله جالك يعني هتعرف ايه تلطعه بسرعة جدا يعني. تعالى نتكلم على الدبليو في ايه لوحدها كده صح، بعدين تعالى نتكلم على الزغلول الكبير اللي هو انا اصلا عامل الفيديو كله عشانه. وهذا دبليو على ارتفاع اتش. فانا كده دلوقتي عندي حاجتين، لو بصيت على اللي فوق فدي بسيطة، انا عارف ان دي هتبقى دبليو ايه على الاتنين من هنا ودبليو ايه على الاتنين من هنا. طب دي بقى دي هتصرف فيها ازاي؟ دي ليها رقم يعني ممكن يتحفظ يعني لو حابب، وهوري لك جه ازاي. انا من هنا هيبقى 0.1875 WH، وهنا الباقي. طب انا عرفت ال 1875 دي جت ازاي؟ تعال نشوف جت ازاي. لو انا بصيت على هنا انا عايز احل ده، هحله ازاي؟ لو جيت احل السيستم ده هعتبر ان ده بدل ما هو هيحصل له سويه هعتبره ثابت مكانه، فهعتبره رولر سبورت بهذا المنظر. بتكلم على العمود الشمال دلوقتي، فالعمود الشمال عليه لود بهذا المنظر عبارة عن دبليو على ارتفاع اتش. دي كده مسألة وانس انديترمينت صح، اقدر احسب الرياكشن اللي هنا عليها ار صح. جميل، فلما انا حسبت الار دي هلاقيها ان هي 0.375 WH. احسبها ازاي؟ احسبها عادي consistent deformation، يعني هعمل مين سيستم، يعني انا بالظبط اللي عملته عشان ما تحسش ان في حاجة غلط، عملت مين سيستم وعملت correction system بواحد يونت، ده رسمت له bending moment بهذا المنظر WH سكوير على الاتنين، ودي كده دبليو اتش سكوير على التمانية، وده رسمت له مومنت بتاعه هيبقى اتش. حسبت ان هنا دلتا واحد واحد هتبقى اتش كيوب على تلاتة اي اي، ومن هنا دلتا واحد زيرو هتبقى سالب، بعدين اي واحد على الاي اي، وعيش حياتك. لو حابب نعيش حياتنا هيبقى نص في دبليو اتش سكوير على الاتنين في اتش في اتنين على التلاتة اتش صح، ناقص ان انا عكست الاشارات اتنين على التلاتة في دبليو اتش سكوير على التمانية في اتش في اتش على الاتنين. الكلام ده في السريع جدا هيطلع لك
ان وبعدين هتقسم ده على ده، هتلاقي ان اللي هيطلع لك في الاخر ان الاكس او الرياكشن اللي فاضل او اللي هو واحد في ار يعني، الار هيساوي 0.375 دبليو اتش. طيب ايه علاقة ده بالرقم اللي انا حطيته لك هنا؟ انا لما جيت احل دي اصلا هتلاقيني انا عشان احل الحل ده معناه ان انا حطيت رولر في المستوى اللي فوق ده، حطيت رولر في المستوى ده، يعني انا عملت كده ادي المسألة الاصلية وعملت هنا رولر، وادي اللودز اللي كانت موجودة. لما انا عملت كده عرفت ان قيمة الرولر دي 0.375 دبليو اتش. علشان ارجع للسيستم الاصلي محتاج اجمع ده على سيستم عليه كده 0.375 دبليو اتش قصاد اللي انا حطيتها هنا. ممكن تبقى عند نفس النقطة بس عشان ما تتلخفنش، 0.375 دبليو اتش. طبعا لما انا حطيت دي هنا يعني انا فعليا اللي هيحس بأي حاجة هنا ده مش هيبقى شايل حاجة، ده اللي هيبقى شايل صح. فانا ببص على العمود ده وخلاص، العمود هنا في اول حالة كان شايل صفر، في الحالة التانية هيبقى شايل نص البوينت 3.75، لان زي ما احنا عارفين من المرات اللي فاتت، زي ما احنا عارفين من هنا ان لما بيبقى عندي فورس من فوق هاخد نصها على كل عمود، فهنا هيبقى بوينت 3.75 على الاتنين. انا عارف ان هنا هتبدأ الدنيا تلخفن بس عايز يعني مزنوق مزنوق، انسى كل اللي انا قلته ده، انا كنت بحاول اشرح لك وانا جبتها ازاي. بكل بساطة لو انا عندي ديستريبيوتد بهذا المنظر على سوتوس، فالسوتوس السيستم بتاع الاعمدة ماسك في بعضه بطاي، هتصرف ازاي؟ هتصرف كده اهو زي ما انا وريتك. لو انا عندي عمودين على سنة سوتوس وعمود عليهم، عمود فيهم هو اللي عليه الحته الديستريبيوتد دي، فهي تتقسم ان 0.1875 على العمود البعيد والباقي هنا. طبعا ده غير الدبليو اي على الاثنين اللي موجود عند العمودين. يعني مع الرياكشن تحت هعرف طبعا ارسم المومنت ما فيهوش اي مشكله، انا عارف ان المومنت هنا بصفر عند النقط دي، هعرف اجيب المومنت رياكشن لان ده فيكس سبورت، مفيش اي مشكله. ليه انا شرحت ده؟ ده في الغالب مش هيجي، بنسبة كبيرة مش هيجي، بس لو جه ممكن يجي يعني، اتوقع اي شيء. وانا معرفش ليه وقع في قلبي الصراحة ان يجي لك سؤال على هذا الموضوع، عشان كده سجلت له فيديو، حتى لو ايه يعني ما منتجتش كويس وبتاع، لكن قادر فيديو معاك، ربنا يستر.